بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل النائب الأول رئيس المجلس العالي للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية افتتحت البطولة الآسيوية للأشبال والناشئين المبارزة تحت 17 سنه والتي اقيمت على صاله عيسى بن راشد بمدينه عيسى الرياضيه. وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد الابطال اصحاب المراكز الاولى في منافسات اليوم الاول، فيما توج سعاده المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الاسيوي للمبارزه اصحاب المركز الثاني. وتوج سعاده الشيخ ابراهيم بن سلمان ال خليفه رئيس الاتحاد البحريني للمبارزه اصحاب المركز الثالث في جميع المسابقات. كما تم تبادل الهدايا التذكاريه. وبهذه المناسبه اعرب سموه عن شكره للاتحاد الاسيوي للمبارزه على ثقتهم بمنح مملكه البحرين استضافه البطوله الاسيويه للاشبال والناشئين تحت 17 عاما والتي تعتبر امتدادا للبطولات العالميه والقاريه التي نظمها الاتحاد البحريني للمبارزه على مستوى الفئات العمريه خلال السنوات الماضيه. الأمر الذي يعكس اهتمام المملكة في الارتقاء باللعبة وتعزيز قاعدتها من اللاعبين نظرا للأهمية التي يمثلها لاعب الفئات العمرية باعتبارهم عدة المستقبل لرياضة المبارزة وعبر سمو الشيخ خالد بن حمد عن تقديره للاتحاد البحريني للمبارزة وجميع اللجان العاملة والرعاة والداعمين وكافة المساهمين في تنظيم البطولة متمنيا سموه للمنتخبات الوطنيه والاسيويه للمبارزه المزيد من التقدم والنجاح